تدري اللي يحلف كذب وهو يدرب نفسه بأنه بهذه اليمين كاذب، تدري يعني ايش قاعد يسوي؟ قاعد يبارز الله سبحانه وتعالى، يبارز الله سبحانه وتعالى يعني شلون؟ حتى اقرب لك الصوره حتى تفهمها. ما سامع يقولون يقول له شنو انت عم تتعارك ويا الله؟ انت تريد تتعارك انت؟ هو هذا كلمه بارز يعني بارزه، خرج الى قتاله، هذا معناها بالعربي. زين خلينا نجي نقرا الروايه. قال ابو عبد الله عليه السلام: من حلف على يمين وهو يعلم انه كاذب فقد بارز الله. نستجير بالله. هواي ناس اللي يحلف كذب وعنده عادي مثل شربة قلاص الماي، يحلف وما يهتم اصلا ويدور وجهه ويطلع والكول بظل وراه. ويا ما ناس نساء اتطلقت، يا ما صارت مصايب صارت مشاكل بسبب واحد يثقون به ويحلف وهو يدرب نفسه كاذب بس ما ينطب نفسه. على كل حال، الكلام كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، صفحة 251، عقاب من يحلف بالله كاذبا، رقم الرواية 1. ودمتم بخير وفي أمان الله.